Ah, va. يلا يا دكتور. كان في طالب سألني واحنا خارجين فاضل لنا قد ايه؟ قلت له ساعة. لا هي نص ساعة بالظبط. نص ساعة قلت 10 ساعات. نص ساعة ليه؟ ايه بجد ولا بتوعك؟ لا بجد. نص ساعة قلت 10 ساعات. نص ساعة وهنمشي. يلا بقى يلا. يا جماعة لحظة واحدة بس يا دكتور. في بعد الناموس بارازايت واحد اسمه بابيزيا. ده هو بالظبط الملاريا. يعني هقول لك اس بي فور يعني بيخلص في 5 دقايق. فهمتني؟ يعني مش حاجه طويله ولا حاجه. ركز معايا بقى. نخش على الميديكال امبورتنس اوف موسكيتوز. ليه الناموس ده بندرسه في كليه الطب؟ لان ليه اهميه طبيه، مش مجرد حشره معديه وخلاص. لا، ايه بقى الاهميه الطبيه بتاعت الناموس؟ فاكرين في سنه اولى لما قلنا ان الحشرات بتعمل حاجتين، causing disease وtransmitting disease؟ فاكرين الكلمه دي؟ ايه الفرق بين الكلمتين دول؟ ايه causing وtransmitting؟ يعني هي تسبب مرض، ده اسمه causing disease. تنقل لك مرض مع السلايفا، ده اسمه transmitting disease. طب الناموس بيعمل كده ولا كده؟ الاثنين. اي حشره عضاده يا اولاد، العضه بتبقى مؤلمه. بص كده الكلمه اللي فوق دي، biting nuisance، دي يعني ازعاج، الم العضه. هل لما العضه وجعتك انت اتنقل لك مرض ولا حاجه؟ لا، يبقى ده اسمها causing disease. كمان لما بتعضك بتحقنك بايه؟ بالسلايفا. والسلايفا دي يا اولاد عباره عن فورم بروتين بالنسبه لك، يطلع لها الانتي بوديز ويطلع لها الانفلاماتوري سيلز تتخانق معاها، يحصل انفلاماتوري رياكشن اسمه ديرماتايتس، وتقعد تهرش فيه. عباره عن حبوب زي قرصه الناموس ما انت عارفها طبعا، عباره عن حبوب حمراء كده، وساعات تبقى فيزيكال حمراء كده لو قرصه جامده ولا حاجه، تقعد تهرش فيها. ها اتنقل لك حاجه؟ لا، ده اسمه كوزنج ديزيز. ده هين خالص، انما هي بنت كلب زي ما احنا عارفين، كمان بتزحلق حاجات مع السلايفا بتاعتها. ده اسمه بقى ترانسميتنج ديزيز. هسترجع من الماضي حته في منتهى الاهميه، هي الماضي والحاضر والمستقبل عندنا في البار في الحشرات بالتحديد. حاجه اسمها تايبس اوف ترانسميشن. فاكرين الحته ده؟ اي فيروس اللي كانت في اخر ورقه في الحشرات في الانفكشن موديول، انواع التغير في الاورجانيزم داخل الحشرات. اللي فاكر واللي مش فاكر خليه معايا. مين ده؟ ده العيان. مين ده؟ ده السليم اللي هيتعدي. مين الصغنانه اللي في النص دي؟ دي الفيكتور الحشره. هتروح تعض الشخص ده وتسحب منه المرض، مش كده؟ ايا كان بقى المرض ده، فيروس او بكتيريا او بروتوزوا او دوده، صح كده؟ وتروح تنقله وتحقنه في الشخص الجديد وتجيب له العدوى، صح؟ طب وهي طايره كده كام يوم اللي هي طايره فيهم دي؟ من هنا لهنا، بعد ما اخذت من ده ولسه ما حقنتش في ده، هل الاورجانيزم ده بيتغير في بطنها في حاجه ولا ما بيتغيرش؟ ممكن يتغير، ممكن ما يتغيرش. لو ما تغيرش يبقى اسمه ميكانيكال ترانسميشن، لو اتغير يبقى اسمه بايولوجيكال ترانسميشن. لو ما تغيرش يبقى ميكانيكال، لو اتغير يبقى بايولوجيكال ترانسميشن، صح ولا لا؟ حلو قوي. بصوا كده معايا، يبقى تايبس اوف ترانسميشن بالعربي كده نوع التغير للاورجانيزمات داخل جسم الحشرات اثناء النقل. لو ما تغيرش يبقى ميكانيكال، لو الاورجانيزم اتغير يبقى بيولوجيكال. ميكانيكال دي انتهت مع سنه اولى، يخش في مين بقى؟ بيولوجيكال. دي ممتده معاك لنهايه الجي اي تي موديول. خليكم معايا بقى. طب هو هيتغير الاورجانيزم جوه بطن الحشره، هيتغير في ايه بقى؟ في النمبر ولا في الشيء ولا في الاثنين مع بعض؟ يبقى عندي كام نوع؟ ثلاثه. خليك معايا. لو التغير في المورفولوجي بس يبقى اسم التغير ده سايكلو ديفلوبمنتال ترانسميشن، وده لو الحشره بتنقل دوده. لو التغير في العدد بس يبقى اسمه بروباجيتيف ترانسميشن،
وده بيحصل لو الحشرة بتنقل الفيروس أو بكتيريا. لو التغير حصل في الاثنين النمبر والمورفولوجي يبقى اسمه سايكلو بروباجيتيف ترانسميشن، وده يبقى لو بتنقل البروتوزوا من شخص لشخص. اقول تاني للمرة العشرة، هل الاورجانيزم بيتغير في الحشرة ولا بيتغيرش؟ لو ما تغيرش يبقى اسم الترانسميشن ده ايه؟ ميكانيكال. لو اتغير يبقى اسمه بيولوجيكال. خلصنا من ميكانيكال. طب بيتغير، بيتغير في الشكل بس. سايكل ديفلوبمنتال ده بتاع الدود، بيتغير في العدد بس. بروباجيتيف وده بتاع فيروس وبكتيريا، بيتغير في الشكل والعدد. سايكل بروباجيتيف وده بتاع بروتوزوا. واستنى الاذان تكون انت لقيت الحته دي. يلا انقلها على جنب يا ابني في الصفحة البيضة، انت بتشخبط في الجدول، حطها في الصفحة البيضة. يلا يا دكتور لسه سي ثلاث كلمات خلاص. يلا بصوا بقى يا اولاد، ادي الثلاث ناموسات وادي الامراض اللي بتنقلهم. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ لو بتنقل بروتوزوا يبقى نوع التغير ايه؟ سايكل بروباجيتيف. فيروس او بكتيريا بروباجيتيف. لو بتنقل دوده سايكل ديفلوبمنتال. تعال نشوف بقى بتنقل ايه. عندي كيونكس اهي، وادي الوفلس، وادي ايجس، 3 2 2. ايه الثلاثه بتوع الكيونكس؟ واحده اسمها بانكروفتيان فيلر ايزس. اصحى كده معايا، فاكر السنه اللي فاتت خدنا حاجه اسمها لوا لوا وامكو سيركا فولفلس، وسميناهم ساعتها فيلاريا الورمز مش كده؟ وقلت لك ان الفيلاريا الورمز مش اتنين، دول اربعه.
اتنين السنة دي ده كانت هي سنة أولى، واتنين السنة الجاية اللي هي السنة دي إن شاء الله بقى، صح؟ خدنا بتوع الجلد اللي هما اللوا اللوا والأونكو سيركا فول بلس. الاتنين الفيلاريات بتوع السنة دي بيسببوا إليفانتيزيز، عارفها؟ الرجلين الفيل دي بقى والإنفاتكس والكلام ده. هناخدها إن شاء الله في أول حصة بعد الأسسمنت على طول بتاع 30 أكتوبر. طيب الفيلاريا رقم 3 اللي هناخدها السنة دي اسمها ووشيريريا بانكروفتي. اسمع عندك اهو في المذكره، بص فيه كويس، وشيريريا بانكروفتي، والاصابه بيها اسمها بانكروفتيان فيلارييزز، ودي بتنتقل عن طريق عضه الكيوليكس موسكيتو. دكتور بيقول لك فيلاريا الورم تبقى دوده ولا مش دوده؟ دوده. يبقى نوع الترانسميشن ايه؟ سايكلو ديفلوبمنتال ترانسميشن. طب دكتور فاكر اللو لو الانكو سيركا كان ايه المود اوف انفكشن بتاعهم؟ اكتف. فاكر كلمه ثيرد ستيج فيلاريفورم لارفا؟ ايوه. معلش طبعا مش فاكر حاجه، بس هناخدها بالتفصيل ان شاء الله لما تيجي وقتها، تحفظها بس كده وخلاص الامتحان. active penetration of the skin by third stage filariform larva، احد يرقات دوره الحياه اثناء العضه. طيب المرض الثاني والثالث بتاع كيوليكس دي فيروسات. طالما قبل ما نخش في تفاصيل، طالما فيروسات يبقى نوع الترانسميشن ايه؟ بروباجيتيف ترانسميشن. ويعني ايه بروباجيتيف؟ عدد بس. ايوه كده. واحد اسمه فيرال انكفالايتس، سيبك من ويست نايل بلا ويست نايل بلا زفت، فيرال انكفالايتس، والتاني اسمه ريفت فالي فيفر. فيرال انكفالايتس ده عندنا بيحصل في مصر واماكن كتيره حوالين مصر. ريفت فالي فيفر يعني حمى الوادي المتصدع، دي حصلت اول مره في وادي في المملكه العربيه السعوديه اسمه الوادي المتصدع، فمن ساعتها بيسموه اسمها كده حمى الوادي المتصدع. المهم تحفظ اسمائهم وخلاص، وان هم فيروسات ونوع الترانسميشن بروباجيتيف ترانسميشن. طب من غير ما تبص في ورق ولا بورد، ايه المود اوف انفكشن؟ وهي بتعضك فاتحينك بالفيروس، صح ولا لا؟ تمام، مع الصلايبه يعني. نخش على اختهم الكبيره انوفلس، مجرمه الحرب. بتعمل ايه دي؟ الهيومن ملاريا، وملاريا يعني بروتو زوا، يبقى نوع الترانسميشن ايه؟ سايكلو بروباجيتيف ترانسميشن. يعني ايه سايكلو بروباجيتيف؟ يعني شكل وعدد. ايوه كده. طب ايه المود اوف انفكشن الطبيعي بتاع الملاريا؟ فايت اوف فيميل انوفلس، وتحينك بال سلايفا اللي فيها سبوروزويا. اسمع بقى، الانوفلس بتنقل الفيلاريا الرابعه. طالما قلت فيلاريا تبقى دوده، صح؟ يبقى نوع الترانسميشن ايه؟ سايكو ديفلوبمنتال. الفيلاريا الرابعه دي اسمها بروجيا ملاياي. بص في ورقتك كده كان الاسم الثاني بروجيا ملاياي، والاصابه بيها اسمها مالايان فيلارييزز، لانها منتشره جدا في ماليزيا، عشان كده اسمها مالايان فيلارييزز او بروجيا ملاياي. دوده ولا مش دوده يا مارتن؟ دوده. يبقى نوع الترانسميشن ايه؟ انت بتتكلم مرض بتاع مصر ولا بتتكلمش؟ سايكلو ديفلوبمنتال ترانسميشن. يعني ايه سايكلو ديفلوبمنتال يا اولاد؟ يعني شكلي بس. وطالما فيلاريا يا اولاد يبقى نفس المود اللي فوق ده اللي هو ايه؟ اكتف بنتريشن اوف ذا سكين باي ثيرد ستيج اوف ذا ريفورم لارفا. نيجي بقى لاختهم الصغننه الايديس، دي فيروسات بس، يلو فيفر والدنجو فيفر. فيروسين يا واد، يبقى نوع الترانسميشن ايه؟ بروباجيتور. تفتكر المود اوف انفكشن ايه؟ اثناء العضه بتحينك بالفيروس بس. نخش بقى على جدول غريب الاطوار اسمه امبورتنت ايجيبشن موسكيتوز. ايجيبشن يبقى هنتكلم على الناموس اللي ايه؟ سواء موجود في مصر دلوقتي او عدى حتى على مصر في اي حقبه من حقب الزمن. عندنا اولاد عيلتين، عيله اسمها انوفيلينز وعيله اسمها كيوليسينز. انوفيلينز يعني انوفلس لوحدها عشان هم اربعه. كيوليسينز يعني اثنين، كيوليكس وايدس. أربع أنواع أنوفلس، خدنا منهم ثلاثة كأسماء يعني الحصة اللي فاتت. أنوفلس فاروينسز معانا من أيام الفراعنة أو فرعونيزز، وأنوفلس سيرجنتي، وأنوفلس جامبيا، وأنوفلس مالتي كالر، دي جديدة هنا. الكيوليكس اسمها كيوليكس بايبينز، والأيديس اسمها أيديس إيجيبتياي. أول الفروقات ما بينهم ناخد التوزيع الجغرافي. انوفلس فاروينسز موجوده فين؟ موجوده في مصر كلها، تمام؟ بس مش افيشنت قوي از ملاريا فيكتور، لانها ما بتحبش دم البني ادمين، بتحب الحيوانات. ده اسمه ايه ده؟ زوفيلي، او ده سؤال انترنت. يقول لك ليه انوفلس فاروينسز فرعونيه بقى؟ لكن مش افيشنت از ملاريا فيكتور، عشان مالها؟ عشان زوفيلي، ودي منتشره في الدلتا فوق في الشمال عندنا في مصر. طيب انوفلس سيرجنتي بقى اقل من اختها في مصر بس موجوده، ومش افيشنت
سوري وهي افيشنت شويه از مالاريا فيكتور عن الفارمنسز لانها ما بين الزوفيليك والانتروبيك فاهمين بين البنين بتعض بني ادم وحيوان. دي بقى منتشره في اويسز. اويسز اكتب جنبها الواحات منطقه عندنا اسمها الواحات والفيوم وسينا. اويسز والفيوم وسينا انوفلس جامبيا طبعا عارف ان دي اكتر واحده ملاريا فيكتور ليه؟ عشان الوحيده اللي بقى تحت ايه؟ انثروبوفيليك صح؟ دي الحمد لله نوت فاوند ان ايجيبت وهايلي افيشنت از ملاريا فيكتور بس من سنه 42 باين اهو لحد سنه 50 يعني الثمان سنين دول عدت على مصر. قعدت 8 سنين في مصر عملت فيها مصيبه عملت فيها وباء من الملاريا. لو رجعت كده في جوجل بالتاريخ ده هتلاقي مصر كان فيها وباء ملاريا فظيع ان السفله اللي اسمها انوفلس جامبيا قررت تقعد 8 سنين في مصر يعني سياحه كده فراحت مات نص الشعب المصري. طيب دكتور انوفلس مالتي كالر نوت ملاريا فيكتور ان ايجيبت هنا مش كاتب حاجه كده. نخش بقى على ايه طبعا انوفلس مالتي كالر وكيلكس بايبيز في كل حته في البلد مش في مناطق معانا زي دول. الايديس اكستريمينيتد فروم ايجيبت انقرض خلاص من مصر يلا بدا السيزون كلهم بيحبوا الصيف بس ساعات بيحبوا معاه الخريف كمان انما الاربعه دول اول اوفر ذا يير. بريدنج بليسز اماكن التبويض قلت لهم انت مش فاكرها؟ قلناها بالتفصيل بس الجدول تاني من شويه في ساعه البايلومكس. بس تاخد بالك ان الانوفلس سيرجنتي بتحب الشيد شيدد ووتر يعني ايه؟ يعني يكون في ظل يعني زجر شجر مزروع. العكس في الجامبيا بص بتحب السن بتحب الووتر اكسبوز تو سن. تقول لي ايه ده يعني؟ استفاد ايه يعني؟ حالا في الكنترول هيفيدنا الكلام. دكتور اهم خانه بقى بص يا حبيبي انت المفروض تحفظ الجدول تمام؟ هتحاول فيه وهتفشل انا بقول لك اهو هتفشل. لو خلاص مش قادر تحفظه كله يبقى لازم ما تخرجش من الصفحه دي الا وانت حافظ الكلام ده. اهم حاجه البايتنج هابتس اهم حاجه. طب اختصر لك الخمس ست خانات دول في ثلاث كلمات. كلهم بيعضوا بالليل يبقوا نوكتورنال يا دكتور او نايت فيدرز اكسبت ايديس الوحيده اللي ايه؟ دايورنال يعني بتعض بالنهار. كلهم زوفيليك يعني بيحبوا دم الحيوانات اكتر اكسبت انوفلس جامبيا اللي هي مالها بقى الوحيده اللي انثروبوفيليك. هو ده محتوى الخمس خانات اللي في الاخر دول يا دكتور. يلا نموت الناموسه ونرتاح منها عشان نخش على بيزيا ونروح. كنترول اوف موسكيتوز واحده من اهم اماكن الاسئله في الامتحان. بنموت في الكنترول ده في الام سي كيو. انت بتستثقله وبتقرف منه وما بتذاكروش وتخش تروح لابس السؤالين في الامتحان. خد بالك احنا الامتحان كله اربع درجات على دي وخمسه على دي وسته على دي ما ينفعش نلبس ماشي؟ ايوه ستي كم درجه؟ مين؟ كم درجه؟ وقت يعني؟ نص ساعه. ما انا مش حاسد على الكلمه دي سماها فيش احباط بس نص ساعه بس خلاص اوكي؟ يلا نص ساعة نص ساعة خلاص نص ساعة تلفين ساعة نص ساعة بس خلاص يلا بقى بجد كنترول اوف موسكيتو المرة دي يا اولاد بجد ماشي يا دكتور نص ساعة يا ابني عايز اخلص. هي الاربع مراحل بتوع دورة حياة الناموسة كان ايه وايه 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 ايه لارفا بيوبا ادر مين فيهم اكواتيك؟ ثلاثة الايج واللارفا والبيوبا. تعال اول نحاول نقتل الثلاثة دول يبقى نعمل كنترول الاكواتيك ستيجز ايج ولارفا وبيوبا. ثلاث محاور باللون الاصفر. المحور الاول اسمه فيزيكال كنترول او انفايرمنتال كنترول ده بالبلدي كده ابوظ لها الحياه بتاعتها بحيث تقرف من المكان وما تعرفش تبيض وتطفش. يعني انا هستخدم معاها الرحمه احاول اطفشها الاول من غير ما اقتلها تمام؟ ده اسمه فيزيكال او انفايرمنتال كنترول. ما سمعتش الكلام وطلعت تبتك جلسة تروح تجمد قلبك سنه بقى وتجيب لها حيوان تاني ياكلها. هات لها بلطجي عليها ياكل كل المراحل دي بطه بقى ضفدعه سمكه ترميها في الميه تروح واكله كل المراحل دي. ده اسمه بايولوجيكال كنترول. بتجيب لها بايولوجيكال انمي عدو طبيعي ربنا خلقه ليها في الحياه ترميه لها في الميه. برضو تبتة ورخمه وما بتروحش تضطر بقى تخش على المحور الثالث اللي هو ايه اسمه كيميكال كنترول وتسممها بقى
سمم لها الميه عشان يموتوا مش كده ولا ايه؟ بس خد بالك لسه ما كملتش حاجه لسه هرجع تاني اهو لسه هرجع ما فرش حاجه اصلا ها خد بالك مين اللي ما بتاكلش البيوبا بيوبا نوت فيد نون فيدنج ستيج يعني مهما تسمم الميه بستومك بويزن اللي هو البويزن اللي بيتاكل عشان يقتل بيبقى قابلني هتموت اللارفا لكن بيوبا لا مش كده ولا ايه طيب ناخد اول حاجه الفيزيكال كنترول ازاي ابوظ البيئه بتاعتها هي ناموسة بتحب الميه تبقى هاديه عشان تعرف تبيض عليها وتحب الميه كمان تبقى فيها بوليوشنز وسخات عشان اللارفا لما تطلع من البيضه تلاقي حاجات تاكلها مش كده ولا ايه صح وبتحب الميه اساسا لازم ميه عشان تعرف تبيض صح طب نعمل ايه بقى في الميه المتركمه كده بلك ومستنقعات حوالين البيوت يا نشفطها يا نردمها اهو فيلينج او درينج يا نشفطها يا نردمها صح كده طيب نخلي الميه بوليوتد ولا كلين كلين عشان البوليوشنز بتاكلها اللارفا طب نخلي الميه سلو ولا فاست فاست عشان خاطر الميه تبقى بتتحرك بسرعه فالناموسه ما تعرفش ترتاح وتستقر وتبيض طب اسمع فاكر في الجدول النهابي اللي قبل كده مش كان في ناموس يا دكتور بيحب الشمس وفي ناموس بيحب الظل طب انت شوف الناموس اللي عندك ايه بقى طلع بيحب الظل نعمل ايه اخلع الشجر خالص صح كده طب طلع بيحب الشمس ازرع شجر بس ده المعنى بتاع الجمله المتخلف عقليا النعين ما بتوديش في مكان ممكن دكتور ما ينفعش فيزيكال نخش على بيولوجيكال كنترول ايه الاعداء الطبيعيه هات له بريديتور بريديتور يعني مفترس حاجه تاكله اجيب له اسد مثلا يا حواكين ده انا كمان معاه لا طبعا اجيب له حاجه صغننه كده سمكه بنستوردها من الفار ايست اسمها جامبوشيا افينس فيش قد علتين صباع كده لونها فضي دي بنرميها في الميه بتاكل اللارفات وبيوبات والاكس وكل حاجه حلو قوي حط له بقى عدو طبيعي يعني حاجه كده مبقلزه ترميها في الميه ضفدع مثلا بطه في حشره اسمها دراجون فلاي بتبقى ليها اربع جناحات كده رفيعه وهي زي الفتله كده دي بتروح طايره نازله واكله البيض واللارفات والبيوبات دي اسمها دراجون فلاي تمام يا اولاد دي كلها بيولوجيكال انيميز بريدتورز يعني متوحشين ياكلوا اللارفات والبيوبات ده ممكن ياكلوا الادلتس تقول لي هو الادلت هتستناها اما تاكلها لا انت حد شاف ضفدعه قبل كده في ناشونال جيوغرافيك بالبطيء بتمد عليها لسان اطول منك يعني هي ايه عارف ايه زي اللزنه كده هي تروح واقفه كده بعيد خالص عن الناموسه وهي بتبيض الناموسه غلبانه كده بتبيض تروح لزعها واحد لسان واخدها بالبيض كله ماشي يا دكتور يعني ممكن تاكل الادلت كله طيب في كمان نوع تاني من البيولوجيكال انيمز نوع بكتيريا باسيلاي اسمها باسيلاس ثورنيجنسيس باسيلاس ايه ثورنيجنسيس بي تي 14 باخد البكتيريا دي هي طبعا سيف للبني ادمين والاسماك مش سامه ليهم لكن سامه لمين للارفات بس خد بالك الارفات مين الايدس والكيوليكس لا تسمم لارفات الانوفلس ارمي البكتيريا دي في الميه هذه البكتيريا بتطلع سبورز خدت كلمه سبورز سبورز دي تبقى سامه تاكلها لارفات مين ومين الايدس والكيوليكس وتتسمم بس عيبها انها ستومك بويزن ماست بي ايتين تو كيل فبالتالي مش هتقتل البيوبا ايوه كده وكمان ليها عيب تاني ما بتقتلش لارفه الانوفلس صح يا اولاد دي اسمها باسيلا سورنيجنسيس طيب ما ينفعش برضو نسمم بقى نجيب سم بقى ونحطه خلاص في الميه كيميكال كنترول هنا بقى جدول غريب جدا بدل ما اقول لك انسكت سايدز وخلاص اللي احنا وصلنا له 2021 جايب لك تاريخ المبيدات الحشريه من سنه 1 بيقول لك من قبل اختراع المبيدات الحشريه كان الفلاح بيعمل ايه كان بيجيب زيت العربيات اللي مش نظيف اسمه ويست انجن اويل طبعا ده سام جدا حاجه اسمها نون فولاتايل اويلز يعني زيوت غير متطايره يعني زيوت ما بتتبخرش لما تحطها كده تفضل موجوده على طول دلوقتي لو جبت مثلا مثلا سيبرتو ولا اي حاجه متطايره هتحطها ثانيتين فتلاقيها هتتبخر صح لكن لو جبت زيت عربيه لو عربيه بتنقط نقطه زيت ومشي هتلاقيها تحتها نقطه زيت موجوده للابد موجود صح ولا لا اسمها نون فولاتايل اويلز زيوت لا تتطاير ما تتبخرش بيروح المجرم بتاع زمان الفلاح ده ومخه على قده جايب بقى الويست انجن اويل والسولار والديزل والملاريول وكل واقذر مشتقات البترول الهايلي توكسيك ويعجنهم في بعض ويعملهم ميكس كده في جراكن او براميل ويروح رششهم على سطح ميه الترعه اكمل بقى فاكر النضاره والخرطوم ايه الخرطوم ده بتاع اللارفا والبيوبا ده بتعمل منه ايه الخرطوم ده بتتنفس منه طب لما احط لها سم كده على سطح الميه
تتنفس سم ولا لا؟ تقوم تتخنق وتموت. يبقى ده ستومك بويزن ولا ريسبيراتوري بويزن؟ ريسبيراتوري بويزن. بص في الورقه كده، ريسبيراتوري بويزن. وطبعا ديت الاربيتور بيبقى عادي خالص، بيعمل لها سفوكيشن. يعني ايه سفوكيشن يا اولاد؟ اختناق، بيخنقها. وين اهو؟ لا يعني موجود ان هو بيعمل ريسبيراتوري. الدكتور موجود اهو، اخر سطر الثاني اخر كلمه واللي بعدها على طول. الامتحان لا ينخرط. يلا يا جماعه بعد شويه، يلا عشان تروحوا بقى عشان نخلص. بعد شويه اخترعوا بودره اسمها باريس جرين. اسمها ايه؟ باريس جرين. البودره دي مكونه من ماده لونها اخضر واسمها كبر، ماده اسمها كبر اسيتيت زائد ماده اسمها كبر بيتا ارزينايت. احفظت الكلام ده. اسمها ايه؟ خلاص باريس جرين. الجميل فيها انها سيف، يعني مش سما للبني ادمين ولا النباتات ولا اسماك. كتر الف خيرك، بس ستومك بويزن. يعني ماست بي ايتد تو كيل، يعني مش هتقتل البيوبا بس هتقتل لارفه الانوفلس. فاكر من شويه كانت الباسيلا السورنيجنس اهي بتقتل لارفات ايه وايه؟ قلنا ام سي كيو، ايديس وكيوليكس. انما الباريس جرين بتقتل لارفه مين؟ الانوفلس. لكن في الحالتين سواء الباسيلا السورنيجنسيس او الباريس جرين، الاثنين مش بيقتلوا بيوبا. ليه؟ عشان بيوبا ما بتاكلش اصلا. طبعا بعد شويه بقى الحمد لله اخترعوا الانسكتسايدز. كلمه الريزيدوال قلتها لك من شويه، يعني تطويل المفعول. الحلو بقى في المبيد الحشري انه ستومك بويزن وكيوتيكل بويزن. كيوتيكل يعني جلد، جلد الحشره اسمه كيوتيكل. فلو الحشره ما بتاكلش ما يهمناش، هيتشرب من جلدها ويسممها برضه. فهمتوني؟ عشان كده فعال وعظيم. يبقى المبيد الحشري احسن من اللي قبليه ولا لا؟ ما تردوا علي. احسن طبعا، عشان كلمة ايه بقى في الامتحان؟ عشان استومك اند كيوتيكل بويزن. بس طبعا طالما كيوتيكل بويزن بيتشرب من الجلد، طب ما انا عندي جلد انا رخ، يبقى خطر ولا مش خطر؟ خطر. لازم يبقى فيه كوشن، حرص، كير، جوانتيات وماسكات وكلام ده اثناء استخدام هذه المبيدات الحشرية. عندنا مركب اسمه اورجانو فوسفورس كومباوندز، مثالين، واحد اسمه مالاثيون وده توكسيك للبني ادم، واحد اسمه تيموفوس وده برضه توكسيك بس اقل سميه للبني ادم. اخر واحده دي اللي هي الانسكت جروث ريجوليتور. بص لي كويس عشان دي في الامتحان بتيجي كتير. دي حلوه قوي وسيف قوي وبتاعت حشرات بس، يعني ما تسممش بني ادمين، بس غاليه شويتين على الفلاح. المثال بتاعها اسمه ميثوبرين. ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع اخر واحده دي؟ انسكت جروث ريجوليتور. بص كده، هو في كائن حي ممكن يعيش من غير جلد خارجي؟ هل انا ممكن اعيش من غير جلد؟ لا يمكن ولا اي كائن حي يعيش من غير جلده اللي بره، مش كده؟ جلد الحشره مكون من ماده اسمها كايتين، الماده اللي ربنا مديها لنا في ضوافرنا هنا، ماشي يا اولاد؟ يبقى جلد الحشرات مكون من ماده اسمها ايه؟ كايتين. الانسكت جروث ريجوليتورز لما بترشها بتمنع تكون الكايتين ده على الحشره، فهمت؟ يعني بتمنع تكون الجلد بتاع اللارفا وبتاع البيوبا وبتاع القضب، فبالتالي يا اولاد بيموتوا، بيحصل لهم ارست. فهمتوني؟ يبقى ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع الانسكت جروث ريجوليتور او ريجوليتورز. طيب كل ده انا بحاول ان انا اموت الثلاث مراحل الاولى اللي هم مين؟ ايه؟ لارفا، بيوبا، وبقابلني برضه. شوف ربنا خلقها هيفضل معاد معاك يوم من الايام، مش هتموت. بقت مين؟ بقت قضب وطارت. عايز امنعها انها تعضني، اعمل ايه يا معلم؟ نفس الكلام، سكرين، نفس الكلام اللي قلته من شويه في الكوميونتي، فاكرين؟ اول حاجه ننام تحت الموسكيتو نتس. اقولها تاني؟ ناموسيه. واير سكرينز يعني احط ايه؟ سلك على الشبابيك والبيبان عشان امنع دخول الحشرات الناموس داخل الاوضه اللي انت عايش فيها. بص بقى اللي كاتب الكتاب، يعني راجل عنده ضمير بطريقه، قعد يقيس السلك ده، لقى ان في كل بوصه مربعه من السلك في 18 خرم. يبقى انت تحفظ ان البوصه المربعه من السلك فيها كام خرم يا ابني يا حبيبي؟ طب والله جبناها مره سؤال بس من 10 سنين كده، بعدين اتكسفنا ما جبناهاش تاني. 18 خرم. دكتور فاكر سكين ريبيلنس؟ فاكر الموسكيتو ريبيلنس اوف اللي في الصيدليه؟ دي عباره عن زيوت بتطلع روائح نفاذه، فاكرها؟ ارشها على جلدي، الحشره تقرف مني وتمشي. طب الحمد لله طلع منها نوعين، نوع اسمه سترونيلا اويل ونوع اسمه اندالون. السترونيلا اويل دون
بيستخرج من نباتات يبقى ناتشرال طبيعي، انما الاندالون ده سينثيتك يعني صناعي. طب يبقى احسن الطبيعي ده مش كده؟ لا ده طلع قصير المفعول بيقعد نص ساعه بس، انما الثاني المصنع ده عشان دخل في تركيبه حاجات انت اللي عاملها بايدك بيقعد فترات طويله up to many hours. ماشي حلو قوي. يبقى في الامتحان علل ليه الاندالون احسن من السيترونيلا وايه؟ لانه طويل المفعول several hours، انما الاويل السيترونيلا ده نص ساعه بس. انسكتسايدز قلناها 100 مره اللي هي بقى ايه؟ ريزيدوال انسكتسايدز والنون ريزيدوال، قصير وطويل المفعول. ارشها اندورز ولا اوت دورز؟ ولا هنا وهنا؟ هنا وهنا اندورز او اوت دورز. قلنا احنا ريزيدوال ده اورجانوفوسفورس كومباوندز وكاربامينز. امثله الاورجانوفوسفورس كومباوندز المالاثيون والدايبتريكس. امثله الكاربامينز السيفاين والبايكون. نون ريزيدوال انسكتسايد ده اسمه بايريثرام، وده مستخرج برضو من نباتات يعني ناتشرال. وكيتك البويزن يعني بيقتل عن طريق الجلد بتاع الحشره. ستيرلايزيشن نكتب جنبها تعقيم، بس مش تعقيم يعني نعقم الحاجه نخليها نظيفه، تعقيم يعني نصيب الحشره بالعقم نخليها غير قادره على التزاوج وغير قادره على الانجاب. بعض اليابانيين كانوا بيفكروا في المشروع المهبب ده، طبعا حاجه صعبه جدا، يجيبوا الميلز والفيميلز بتوع الناموس ويعرضوهم لإراديشن أشعاع معين أو كيميكالز معينة أو يلعبوا في الجينز بتاعتهم فيخلوا الراجل والست غير قادرين على التزاوج والإخصاب. طيب اللايت تراب، عارف صاحب الناموس اللي في المحلات ده؟ أيوة ده أنت عارف فكرته؟ الناموسة أيوة بالكهربها، الناموسة ما بتشوفش خالص غير النور النيون الأزرق ده، فنجيب لها لمبة نيون فتفرح قوي تيجي تجري من بعيد على لمبة نيون، بس مش شايفه ايه بقى اللي انت حاططه لها، شبكه بكهرباء من هنا ومن هنا، صح ولا لا؟ فتيجي ناموسة الهبله يا عيني راح تجري تقف على اللمبه، تروح مقابله مين في السكه؟ السلك الكهرباء، السلك الكهرباء، تروح مطرقعه زي ما تسمعها كده تك، دي الكهرباء بفولت عالي، فهمت؟ ده اسمه لايت تراب او صعق الناموس، وده افكتيف جدا. اخر واحده جبناها السنه اللي فاتت واللي قبلها في الامتحان. مش كل الناموس اللي نعرفه، طبعا جامبيا مش في مصر الحمد لله، كل الناموس اللي نعرفه زوفيليك يا ولاد يعني بيحب دم الحيوانات عن الانسان. هات بقى جنبك كلب، هات قطه وانت بتذاكر، هات حمار وانت بتذاكر حطه جنبك، هيروح يقرصه هو ويسيبك انت، مش كده ولا ايه؟ ولا هيتلخبط؟ حاجه مش كده، هيقرصه هو مش كده ولا ايه؟ حاجه مش انسانيه. طيب ركز معايا، نخش على مين يا ولاد؟ مين الحلوه دي؟ بس خلاص ده تمام، بنعتمد الملاذ بتاع الصبور. مش هناخد اي حاجه خالص دلوقتي، انا هاخد كل حاجه. المره الجايه في 19 ورقه تانيين بس يا دكتور. يا ولاد لسه نص ساعه خلاص، خلصونا ركزوا معايا بقى. باكليزيا دي بجد بتاخد مفيش مثلا 10 دقايق بالكتير، عشان دي كلها هو انت فاستوني خلاص بقى كده 10 دقايق بالظبط. اسمعي الاول بس عشان نخلص. بابيزيا يبقى المرض بتاعها الاصابه بيها بابيزيوزس، صح؟ اسمها الاخر بايروبلازما. يعني ايه بايروبلازما؟ بص كده معايا دكتور، ايه رايك في ده؟ دي شكل ايه دي؟ غير البيضه جوافه. جوافه ايوه، كمثرى. كمثرى بس كده، كمثرى بير شيب شبه الكمثريه، صح؟ والبرازيت شبه الكمثريه بالظبط، وكمثرى باللاتيني يعني بايروبلازما. بص كده في العنوان بس يا ابني، عشان كده اسمه المرض الكمثري بايروبلازما. الاصابه بالبايروبلازما يعني بايروبلازموزيس. يبقى البارازيت ليه اسمين، بابيزيا او بايروبلازما. طب المرض اسمه ايه؟ يبقى بابيزيوزيس او بايروبلازموزيس، صح كده؟ طيب برضه بتنتقل بحشره، يبقى فيكتور بو، صح؟ فيكتور بون بروتوزو زي اختها بالظبط الملاريا. يا ابني بيني وبينك هي اخت الملاريا التوأم، ربنا خلق نسختين ملاريا،
نسخة عظيمة خدناها في حصتين اهي اللي اسمها ايه او حصة ونص نسخة بلازموديا نسخة صغننة في ربعاية اسمها ايه يا ولاد بابيزيا حلوة يعني كل الكلام مطابق للملاريا بالضبط with few differences طيب طبعا اول فرق الاسم التانية اسمها بلازموديا دي اسمها بابيزيا صح فيكتور بورن يعني بتنتقل بحشرة وبروتوزوا يعني كائن وحيد الخلية دكتور واحدة واحدة بقى هي كانت كم نوع الملاريا أربعة. أربعة ممكن تقولهم فايبكس فايل ملاريين فانسيبارا دي ثلاثة بس بابيزيا بوفس بابيزيا دايفرجنس بابيزيا مايكروتي بص كده في الفردة ايه الأولى خالص من الجدول الشمال خالص هتلاقي ثلاثة فوق بعض بابيزيا ايه قول بوفس بابيزيا دايفرجنس بابيزيا مايكروتي ما تكفتش خليك معايا خليك معايا هذه أول تاني فرق هو بينها وبين الاختار طيب دكتور هو هناك كان ديفينيت الوصف في ملاريا مين الفيميل انوفلس موسكيتو اللي بيتم جواها سيكشوال سايكل هنا مين بقى حشره برضه الحشره هي الديفينيتيف بس خدناها في سنه اولى فاكروا الهارد تيك التيك الناشف مش خدنا السنه اللي فاتت هارد تيك وسوفت تيك في العملي صح هارد تيك اللي هو باربع رجلين يمين واربعه شمال وبقه بارز كده ايوه ده الهارد تيك الهارد تيك كان ثلاث وحدات في سنه اولى ديرما سنتر ورايبي كيفالس واكسودس اهو التالت ده بتاع النهارده اكسودس ده الحشره اللي هي الديفينيتيف هوست اللي جواها السيكشوال سايكل طب بالعقل كده مين الانترميديت هوست المان زي اللي هناك بالظبط انا اللي جوايا الايه سيكشوال سايكل يبقى انا كاني براجع ملاريا بالظبط بس بغير الاسماء مش كده طب هناك كان في ريزرفوار هوست الشمبانزي مين بس الزنود الملاريه يعني واحده بس منهم اللي كانت زونوتك صح هنا التلاتة زونوتك حتى بص في العنوان زونوتك فيكتور بورن بروتوزو التلاتة زونوتك خطيرة الكلمة دي بالمثير في امتحان التلاتة زونوتك يا دكتور ماشي يعني التلاتة فيه حيوان ممكن تحشر في النص مين بقى الحيوان دوان كاتل وشيب في حالة البابيزيا بوفس وبابيزيا دايفرجنس ايه الكاتل دي البقر والجاموس ايه الشيب دي المعيز والخرفان طب لو هي بابيزيا مايكروتي يبقى ريزرفوار هوست القوارض الرودنس زي الفران كده ماشي يا ولاد يبقى الثلاثه زونوتك ولا لا الثلاثه زونوتك طيب دكتور هنا كنت اخد العضه من الانوفلس فينيل يتحقن فيا السبوروزايت يروح في الليفر ثم في الارمسيز يعني كان عندي كام سايكل اثنين في جسمي هنا لا انسى الليفر هنا اخد العضه اتحقن بالسبوروزايت ترك على طول في الارمسيز يبقى هنا في ليفر انفكشن لا نو اكسو ريثروسيتيك سايكل صح اونلي ريثروسيتيك سايكل يبقى الهيبتات فين بس في الار بي سي حلو قوي نفس المودز اوف انفكشن هناك كان عضه دم ام سرنجه هنا الكتاب نسي يكتب سرنجه يلا قول بقى اللي فاضلين عضه ودم ام اللي هما بايت اوف اكسودس 2 لا ترانسفيوجن 3 كونجنيتال فروم مذر تو فيتس يعني دم حلو قوي دكتور نفس الانفكتيف ستيج بتاعت الملاريا مين ده مين المزايد سبورو زويت دايجنوستيك ستيج بقى حاجه غريبه هو ده بس. شايف ده هو ده بس رينج ستيج فاكر هناك كان كام مرحله دايجنوستيك اربعه رينج تروفوزويت شايزون وجيميتوسايت صح انت بص لي هناك كان اربع مراحل دايجنوستيك وما لهمش علاقه ببعض بالشكل او شكلهم مختلف عن بعضه هنا كل مراحل دورة الحياة كمتراية بس فهمت؟ عشان كده حسمي الكمتراية دي رينج وخلاص هي دي اللي هتلاقيها جوه الاربسيس تبقى هي الدياجنوستيك ستيج طب ايه مواصفات الرينج ده يا دكتور؟ ادي اول صفة ايه دي؟ يا ابني رد عليا بيرد شيب طب وايه كمان؟ حجمه من 2 الى 5 مايكرومتر وايه كمان؟ ممكن بصر؟ مش مشكله على البريفر طب ما الرنج الثاني كان على البريفر برضه نيوكليس بس النيوكليس كبيره شويه صح اصلا بقى لازم يبقى لارج كروماتين ماس لارج كروماتين والسيتوبلازم الازرق يا اولاد رفيع قوي مش كده يبقى فين سيتوبلازم اكتبوا ورايا الكلام ده انا عايز في الصفحه البيضاء خالص على الجنب ترسموا كمتريه وتكتبوا الكلام ده فيه يبقى بيرد شيب وادي 2 ل 5 مايكرومتر لارج كروماتين وفين سيتوبلازم دكتور فاكر البيجمنت والستيبلنج
طبعا ده يا ولاد بيكون جوه ارميسيزايا مش كده؟ البيجمنت اللي كانت هنا نقط هنا اللي هي الويست برودكتس، والستيبلينج كانت نقط هنا اللي هي ايه؟ سيتوبلازميك دامج. انا رسمت حاجه منهم؟ مفيش. يبقى نو بيجمنت نو ستيبلينج اهو. من هو الصفه اهو نو بيجمنت، وادي كمان اهو نو ستيبلينج. فاكر البلازموديوم فايبكس والاوفال كانوا بيعملوا ايه في حجم الاربسيز؟ بيكبروها. هنا مفيش كلام ده. نو تشينج ان سايز اوف انفكتد اربسيز. دي مواصفات الرينج اللي هو البطل الرئيسي اللي هيحصل دلوقتي في السايكل. نعم. مايكروميتر، مايكروميتر واحد على 1000 من الملي. ايه حجم الرنج ده؟ ترسم زلع ايه دي؟ ايه ده؟ نعم. ايه نو ايه؟ غير اصبح هنا نو تشينج ان سايز اوف انفكتد اربسيز. ايش يا دكتور الأخيرة؟ No change in size of infected RBCs. أسجلها صوت؟ ها؟ يلا عشان أمسح دي وأعمل السايكل. دكتور. السايكل صغننة خلاص قد كده. نص ساعة بس. يا ولد أنا مستمتع بيك يا ولاد. خليك تسيبوا لي تمشوا. والله العظيم نو تشينج ان سايز اوف انفكتد اربسيز. ايه اللي مش ايه الغلط فيه؟ كنا هنفضل حاجه من المكان مع بعض. يلا يا باشا بس بقى بجد اخر كلمتين مهمين والباقي ادي فور وخلاص. يلا بص لي مين ده اللي هيخش مع العطه؟ سبوروزويت اهو. لا مش عايز دوشه، قلت لو سمحت نبطل بقى هزار ونركز الخمس دقايق دول. يلا بصوا لي ايه ده؟ سبوروزويت هيخش مع العطه. هيخش في ليفر ولا على طول في اربسيز؟ على طول في اربسيز. خليك معايا بقى، طبعا يمشي مع الدم هو الاول شويه كده تروح يخترق الاربسيز. في كلمتين مهمين جايين، ركزوا بقى. ادي الاربسيز زي اهي. مين يا ابني اللي خرمها ده؟ سبوروزويت. يتحول هنا الى الرينج اللي انت لسه رسمه من شويه. كومتريه ولا مش كومتريه؟ كومتريه اهو كومتريه. واحنا خلاص مواصفاته عرفناها صح؟ ده اسمه ايه ده؟ رينج ستيج. معايا؟ ما بيحصل ايه بعد شويه؟ يتكاثر ده جوه الار بي سيز. خليك معايا بقى اهو. الحته دي مهمه قوي. تسمعوا عن حاجه اسمها التبرعم اللي هو بادنج. ايوه ادي واحد اهو اتقسم بقى اثنين وقفوا في روس بعض كده. هو ايه التبرعم ده عشان انا مش فاهمه؟ لو اعتبرنا ده الرينج اهو كويس؟ عايز يبنى اثنين. هيعمل ايه؟ يطلع منه بادنج صغير كده، والبادنج ده يكبر 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 لحد ما يبقى كده ماشي. ودي تتقسم لاثنين، واحده كده وواحده تمشي لحد هنا كده، وبعدين يتفصلوا عن بعض كده. ها بقوا كده اثنين ولا لا؟ ده اسمه بادنج. يبقى التكاثر جوه الار بي سيز في البابيزيا بالبادنج، لكن التكاثر في الار بي سيز في حاله الملاريا كان اسمه شايزوجونين. صح؟ شايزوجونين. حلوه قوي. طيب يبقى التكاثر عن طريق البادنج. الاثنين دول يا اولاد هينقسموا يبقوا اربعه. الحته دي مهمه قوي قوي اللي جايه دي اهو. خليك معايا بقى ارسمها كبيره كده عشان دي اهم رسمه في السايكل. وادي الاربعه هم، ادي واحد والتاني في راسه، وادي واحد والتاني قصاده برضه، وادي الاربعه نيوكليار. ها يا معلم، شبه الصليب ولا مش شبه الصليب؟ ايوه شبه الصليب بالظبط. صح ولا لا؟ في دولة اسمها مالطا. والعلم بتاعها عين الصليب بالظبط.
فسموا المنظر ده مالتيس كروس. تبقى هي صليب مالطا. اهم كلمه في الباميزيا مالتيس كروس. كم واحده دول؟ اربعه. عشان كده سموهم تتريد. تتريد يعني رباعي. تتريد يعني رباعي. دكتور بلازموديوم فالسيبارم اقصى طموح الفالسيبارم هي الملجنه مش كده؟ يبقوا ثلاثه رينج في نفس الار بي سي اقصى طموحها. يوم ما تبقى هيفي انفكشن ونقوم نجيب اجل العيان اخرها كام؟ ثلاثه رينج في نفس الار بي سي. لكن اول ما تعدي ثلاثه وتوصل لاربعه يبقى مين دي على طول؟ باميزيا. اذا المنظر ده دايجنوستيك ولا مش دايجنوستيك؟ دايجنوستيك للصبح. يعني اول ما تلمح الصليب ده ايوه ده انت مين على طول؟ باميزيا. يبقى الصليب ده يا اولاد باثوجنومونيك. وجايه كلمه كمان شويه باثوجنومونيك يعني باثولوجي مش ده باثولوجي؟ ودايجنوستيك ادى الى دايجنوزيس. باثولوجي استخدمته في الدايجنوزيس. يبقى لو قال لك وات از ذا باثوجنومونيك ساين ان باميزيوز المالتس كروس او التتريتس. طب هي اخرها اربعه بس في الاربسيز الواحده ممكن توصل ل 12 واحده. يخرب بيتك ده انت انيل من الفالسيبارم صح ولا ايه؟ مش كده؟ ده الفالسيبارم اللي احنا كنا بنعظم فيها دي اخرها ثلاثه رينج بس في نفس الاربسيز صح يا ولاد؟ حلو قوي. طيب هيحصل ايه بعد كده يا دكتور بالعقل كده؟ ها؟ خلاص ساكت خلصت هيحصل ايه؟ هو بيحصل ايه في الاخر؟ رابشر اوف اربسيز اهو ويطلع منها الرنجات. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه وطبعا ممكن يبقوا 12 صح؟ بس يا ابني ادي اثنين هيعملوا نفس السايكل من جديد ويبهدلوا العيان بهيموليتيك انيميا صح؟ طب اكيد انت عارف الاثنين الحبيبه دول هيعملوا ايه؟ ايوه دول هيعملوا ميل ها؟ اند فيميل جميل. فيها مايكرو فيها ماكرو ومايكرو كل حاجه بس برضه شكل كومتراي فما تعرفش تميز عن الرينج ماشي. يجي بقى التيك ياخد دول مع العضه ويعمل جواه ايه؟ السكشوال سايكل اللي بتنتج في الاخر ياخد التيك هياخدهم يعمل سايكل مالكش دعوه بيها يروح مطلع مين على طول السبورزويد. طلع صفحه 25 في المذكره كله يطلع صفحه. انا مش عايز بقى كلمه عايز اخلص 25 في المذكرة اشطبها كلها ما عدا المربع الاصفر والمربع اللي فيه الرسمة اللي فوقيه على طول. المربع الاصفر التحت في المرد غطاها ما حدش يقول لي هعمل ايه. انا بقول لك اهو صفحة 25 دمرها تماما ما عدا المربع الاصفر اللي تحت شمال ده والرسمة اللي فوقيه بس كده. طب انا شرحت الرسمة اللي فوقيه ايه المربع الاصفر ده يا ولاد؟ دكتور مين بينقل البابيزيا للبني ادمين؟ التكس تعضى بتديهولك مش كده؟ ما لقيتكش. يعني البابيزيا ما لقيتش ولا حيوان فيرتبريت. يعني ايه فيرتبريت؟ يعني فقاري عنده عمود فقري خالص دكتور تنقل فيه ايه؟ المرض. تعمل ايه بقى؟ تفضل قاعده حبسه في بطنها البابيزيا؟ لا عارف تنقلها لمين؟ لعيالها الصغيرين لارفاتها الصغننين اللي هتولدهم دول تولدهم مليانين بابيزيا عامله زي الكونجنتال بتاع البني ادمين صح ولا لا؟ شيخنا لا ما نقول فيه كونجنتال انفكشن يبقى اتنقل من الام للبيبي. نفس الكلام اهو من الام للبيبي بس في الحشرات. ده اسمه ايه النقل الغريب ده بقى؟ اسمه ترانس اوفيريان ترانسميشن. اسمه ايه؟ ترانس اوفيريان ترانسميشن. تفضل تنقل لاولادها ولاحفادها ولاحفاد احفادها من غير ما تحتاج اي فيرتبريت هوست. طب ده خطر على الحشرات ولا خطر على البني ادمين؟ على البني ادمين طبعا. الحشره البارازايت جواها ما بيعملش حاجه لكن كل ما يتنقل لاجيال كتير تعض بني ادمين اكتر مش كده ولا ايه؟ فاهمين؟ بس كده يا سيدي. نقلب بقى صفحه 26. بالمناسبه يا اولاد مين الانفكتيف ستيج في السايكل دي؟ الانفكتيف اللي جت مع العضه سبوروزايت. مين بقى الدايجنوستيك ستيج في السايكل دي؟ الرينج. وايه نوع التكاثر شايزوجني ولا بادنج؟ بادنج. ايه الباثوجنومونيك ساين؟ مالتيس كروس او مالتيس كروس. بس خلاص الاعراض كوبي وبيست من الملاريا. دكتور حد فاكر الانكيبيشن بيريد في الملاريا؟ واحد الى خمس اسابيع. هنا واحد ثلاث اسابيع. دكتور هناك كان في ليفر ثم ار بي سيز. هنا في كده؟ لا على طول هيموليتيك انيميا وار بي سيز نو ليفر افكشن نو اكس واريثروسيتيك سايكل صح؟ الاعراض ما انت حافظها هي ملاريا بالظبط. ها الفيفر 40 ايه ده؟ شيلز وشيفرنج مش كده؟
هيباتو سبلينو ميجالي اصفر 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 جونديس نفس الاعراض بالحرف. اكمل بقى لسه ما كملتش. البابيزيا هيفي انفكتور بقول لك 12 رينج في نفس الاربسيز صح ولا ايه؟ يعني هتعمل سيفير انترا فاسكولار هيموليسيس هتطلع كميه هيموجلوبين بالهبل وينزل في البول يخلي البول اسود ويحصل رينال فيلير اسمه ايه ده؟ بلاك ووتر فيفر. يبقى احنا خدنا اتنين بلاك ووتر فيفر مره مع فالسيبارم ومره مع البابيزيا صح؟ كل الاعراض القاتله دي لو هي بابيزيا بوفس او دايفرجنس بتاعت البقر. لكن لو بابيزيا جايه لي من الفار اللي هي مايكروتي بتبقى هبله ونون فيرلنت. يعني ايه نون فيرلنت؟ غير قاتل. يعني الفيرنس بتاعها ضعيف قوي شويه انيميا وفيفر وتخف لوحدها. كلمه سيلف ليميتنج دي يعني تخف لوحدها. دكتور احفظها كده. اللي بيجي لك البابيزيا اللي بيجي لك من الكبير تبهدلك، اللي بيجي لك من الصغنن بتعدي. مين الكبير بقى؟ البقره. مين الصغنن بقى؟ الفار. اللي بيجي لك من الكبير مين او مين؟ بابيزيا بوفس ودايفرجنس دي تجيب اجل العيان على طول مش كده؟ اللي بيجي لك من الصغنن اللي بيجري ده مايكروتي صح؟ العكروت ده ايوه ما تعملش حاجه دي الحمد لله. دكتور مين اكتر ناس لو جالهم بابيزيا او حتى ملاريا او اي مرض يا معلم يتمسح بيهم الارض؟ الكبار الصغيرين. الكبار الصغيرين الصغننين خالص او العواجيز قوي او واحد عمل حادثه طار فيها السبلين. تقول لي طب ما السبلين ما يطير يا عم انا مالي؟ عشان السبلين بيشيل وايت بلاد سيلز يا ابني. ده السبلين ده اكبر لينف نود في جسمك، هو المصنع الرئيسي للماكروفاج وكل الفاج وسيتك سيلز. اللي عنده السبلين مش موجود عنده مشكله ضخمه جدا في السيل ميديتد اميونيتي مش كده ولا ايه؟ نفس الكلام مع ابونا. حلو قوي. نقلب الصفحه نعالج نشخص الاول. نفس تشخيص الملاريا هاخد عينه دم واصبغها بال جيمس استين واعمل ثيك ولا ثين؟ الاثنين ثيك اند ثين بلاد فيلم. والاقي الرباعي الصليب اسمه ايه ده؟ مالتي سكروس او تتريت باسوجنومونيك ولا لا؟ اه هي مكتوب عندك ايه بالاحمر باسوجنومونيك. ايه انيمال انكريشن ده؟ اجيب عينه الدم من الراجل واحينها الفار بعد اسبوعين ثلاثه هلاقي دم ومليان مالتيسكروس. بس هيكون الراجل مات. يعني اه بالظبط كده. ده هي الراجل، المهم الفار. ها؟ بس يعني استخدمت الفار كانه مزرعه حيه يعني. دكتور ما تيجي نشخشخ جبنه عشان نروح. بي سي ار. ايوه بي سي ار واطلع الدي ان ايه. ده كله دايركت ولا اندايركت؟ لا دايركت. افرض ما ينفعش. اي هات. اندايركت يفات ويهات ويلازم ادور على الانتي بادي السيرم العيان. اقلب. عندك دوايين او اثنين كومباينيشن للعلاج. الاتوفاكون وازيثرومايسين والكينين وكليندامايسين. يا ده يا ده اللي ينفع فيهم الدهون. طب دكتور لو عيان فيفرش قوي اديله انتي بايريتكس. عيان يا سيدي عنده انيميا حاده ننقل له دم. طب عيان يا معلم ضغط وقع على الارض نديله فازوبريسورز. طب يا سيدي جاله رينال فيلير نعمل له هيموداياليسيس نغسل الكلى. طب جاله ريسبيراتوري فيلير نحطه على فنتيليتور جهاز تنفس صناعي. هي دي علاجات للبابيزيا ولا سبورتيف سيرابي؟ سبورتيف سيرابي. طب بريفنشن وكنترول اعالج البني ادمين وعالج البقر والجاموس ومعز والخرفان عشان دي ثروه قوميه صح؟ واقتل الفئران واقتل التكس واي ناس جايين منطقه موبوءه وجاي يتضرع بدمه اعمل له جود سكريننج واطمن عليه. اقلب اخر ورقه يا اولاد. والله رجاله اقسم بالله وصلتوا معايا للمحطه الاخيره. اظن الحصه دي يا اولاد هتفضل محفوره في ذاكرتكم فريفر مش كده؟ بس جميله اقسم بالله جميله انا بحبكم. انت عارف ان انا بحزق كده من الساعه 12 وفرحان بيكم اقسم بالله. كفايه انت بس يا علي انت وطارق حبيب قلبي. يلا ركزوا معايا بقى. جت وداي خد ده نص ساعه بس ماشي؟ بس الدكتوره كان جاي لها ريسك. لا 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 ده جدول مراجعه اللي قلته كله اقسم بالله مش ولا حاجه جديده خالص. الفرق بين الملاريا وبابيزيا متجمع في جدول بس عندي نقطه بس رقم 6 اسمها انتيجينيك فاريشن شايفها؟ اه دي لسه ما قلناهاش. دي واحده من الاجزاء الخطيره في الحصه الجايه ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس المواعيد في الفريكانوسوم. كل ما عدا الكلمه دي قلناها بالتفصيل. اشوفكم امتى ان شاء الله؟ الاسبوع الجاي في نفس المواعيد.